السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة طبخ فايزة. إن شاء الله تكون في أحوال جيدة. اليوم التتمة ديال الفيديو الأول السابق ديال روتين واحد طلبية. اليوم غادي نزينو الصبلي ديالنا إن شاء الله، بقوا معايا تشوفوا كيفاش غادي نزينوه بعد ما صوبنا هذوك الأشكال ديال الشوكولاتة ووجدنا الصبلي ديالنا وطيبناه وسالينا واختارينا هاد الأشكال هادو اللي كنتو معايا حتى صوبناهم، وصوبت الجليكوز والنباج يعني خلطتهم باش غادي نلصقوهم، نلصق بيهم هاد الحلوة ديالي. وصوبنا لاجولي يعني كتوجدوا كل شيء باش يلاه نخدمه، يعني كل شيء ديالنا كيكون موجود. دائما الشوكولات كنوجدوه نهار قبل، يعني قبل ملي صوبت صابلي وجدنا الشوكولات. نبدا بالشكل الاول باش نخدمه، نقربوا لحدايا هنا باش يعني باش يجيني ساهل هكا في الخدمة. في الأول غادي نشد واحد البانسو صغير وغادي يعني غادي نبقاو ندهنوا هاد الجوانب هادو مزيان باش يشدوا لينا الشوكولاتة. دائما هاد الخليط ديال الجليكوز والنباج قد ما كيزيد يبرد وهو كيشد مزيان. وكنبقاو نستمروا هكا حتى كنلصقوها مزيان، يعني راه ما كتكسرش، لان دائما ملي كتكونوا كتعمروا في ديك الليمون كتكونوا شويه معمرين الشوكولاط غليظ. انا غادي نجيبوا هاد لا جولي وهادي ديال يعني هاد لا سورانك هادي اللي باقي كنخدم بها، اللي باقي ما جبتش القريعه الثالثه بحال هادوك اللي شفتو عندي في ديال الشوكولاط، هادوك كيسهلوا الخدمه. دابا غادي نقضي بهادي وغادي نعمر هاد الكادر هذا او لا المرايه ولا كل واحد اش كيسمي هاد الحلوه هادي. نستمروا هكا حتى غادي نعمروها كامله. غادي ندوزو للشكل الثاني، غادي ندير ليه نفس العمليه حتى هو، غادي نديرو ليه نلصقوه بالنباج والجليكوز. دائما اللي برد لكم هذاك الخليط ديالنا باش كنلصقو يعني ضروري نسخنوه شويه، لانه مع الجو بدا كيبرد يعني دغيا كيقصح لينا وكيجي ثقيل، وما خصناش يكون ثقيل، يعني خصو يكون دائما شويه سايح. وغادي نبقاو نديرو هذا في كاوكاو مهرمش، هذا الكاوكاو اللي صوبت معكم فيديو سابق، يعني غادي نحط لكم الروابط في صندوق الوصف ان شاء الله. غنستمروا حتى نساليو عاوتاني هذه الكميه وهذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو للشكل الثالث، يعني في الشوكولاط هاد الدوائر هادو اللي صوبنا. نتوما شفتوا الشوكولاط كيبقى محافظ على اللمعه ديالو، يعني ما كيجيش هكا اللون ديالو باهت. دائما ملي تبغيو تعمروا ليمول كواحد النصيحه، ما تعمروش يلا الشوكولاط باقي كيطبخ وتعمروهم، يعني تما راه ما كيبقاش كيلمع، كتخلي واحد شويه حتى كيدير بحال الا بغى يدفى شويه عاد كتخدموا به. انا دائما الا درتوه سخون كيكون فيه واحد اللون شويه ما كيعطيش هاد اللمعه اللي بغينا. هنا غادي نلصقوا هادو وغادي ندورهم في الزنجلان بهذا الشكل هذا، ولا الكوكا ولا اللوز ولا كاوكاو، يعني اي حاجه بغيتوها. هاد شويه ديال الجوانب اللي بقاو لينا كنبقاو نديروهم هكا شويه. انا درتهم هنا في الزنجلان يعني كيجي حتى هو زوين. انا ملي سالينا هذا الشكل ديال الشوكولاط غادي ندير شويه ديال المولمع الفضي هنايا، انا ما بغيتش اللون، بغيت غير شويه ديال اللمعه تكون في هذا الشوكولاط الابيض، يعني كيجي رائع في هذا اللون الفضي مع البيض، كيعطينا واحد اللون زوين. وغادي نخدموها هكا حتى ندهنوهم كاملين بهذا الشيء تاع هذه بهذا البانسو الصغير. وهنا هاد الكادر ديالنا غادي نديرو لها شويه ديال النحاسي، يعني ما غاديش نعمرهم جميع الجوانب باش يجي غير بحال هكا ديال بحال خشب بحال الا، يعني كتزينوه صافي بالطريقه اللي بغيتو. هنا هاد الشكل هذا غادي هذا هو الشكل الرابع والاخير، غادي ندهنلو حتى هو بالخليط هكا ونلصقو ونديرو فيه كاوكاو. هانتوما غادي بهاد الشكل هذا غادي نحطو حتى نساليوه، وغادي نشدو هذا لي سامبل اللي ما فيهاش ديك الثقيبه. وبنفس الشيء غادي نديرو حتى هو الخليط ديال باش كنلصقو، وغادي نلصقوها مع هذه اللي فيها ديك الثقيبه، يعني هذا شكل سليله يمكن. وهنا بنفس الطريقه غادي نهزوا هاد لاجولي الحمراء الا بغيتو ديروها نتوما في اللون ديال الكونفيتير، يعني كديروا الكونفيتير وشويه ديال الجليكوز وكتطبخوه مزيان وكتخدموا به.
ولا هذا ولا الشوكولات ولا شويه ديال الجلوكوز وتعمروه بداك العقيق ديال الحلوى. يعني لكم الاختيار، كتزينوا باي حاجه بغيتوها. يعني في الحلوى في التزيين دائما كديروا اي حاجه اللي بغيتو نتوما وعجباتكم. وكنبقاو هكا حتى كنساليو هاد الطوه كامله. هي سالينها كامله ودرت فيها هاد العقيقه هاد الفضيه هذه، يعني نزيد زدت ليها واحد الجماليه. ها هي الحلوه ديالنا كامله سالينها، جات على هاد الشكل، يعني كتجي في هاد المنظر زوين. مازال خليتها غير في الطاوات وفي البلاطويات. صافي ملي كنساليو هكا، انتوما شفتو كي كتجي، يعني راه كتجي متناسقه. كنساليوها كنبقاو نجمعوها في البواطات بحال هاد الشكل هذا، حتى كنبغيو نعطيوها يعني للكليان ديالنا. عاد كنديروها في هادوك هاد العلب هادو، يعني دائما كديروها في بواطه وضروري ديروها في الثلاجه. وملي تبغيو تعطيوها لمولاها كتديروها في هاد العلب هادي وكتعطيوها ليه. يعني الطلبيه ديالنا ساليناها. نتمنى تعجبكم. ما تنساوش ديروا الجيم وتشتركوا في القناه. يعني ان شاء الله الى فيديو اخر غادي نحط ان شاء الله واحد الصابلي تاني، واحد يعني واحد النوع اخر ديال صابلي. ولا يعني ما تنساوش ديروا الجيم وتكتبوا لي تعليق. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.